الوغ الدور ديالي في سيتكم ديال كنا مغاربه هو دور ديال العليا، هي خت الشافيه وهي نقافه ولكن نوعا ما فاشله. عندها واحد القصة حب تاهي فاشلة كاين الفشل، ولكن بيرسوناج ملح زويون. أجواء زوينة هي جينيرالمون سيت كوميد كيكونوا فيها الأجواء زوينة، لأن جمعنا الضحك دونك كيكون بزاف ديال الضحك، كيكون بزاف ديال النشاط. والحمد لله البلاطو فيه بزاف ديال الممثلين تبارك الله اللي معروفين على في الساحة الفنية ديالنا، الله يخليهم لنا والله يخلينا دائما هكا ناشطين وفرحانين. غير كنا مغاربه كاين واحد تيلي فيلم ان شاء الله اللي غيدوز على القناه الثانيه من اخراج سامي اخريو وانتاج اليان برودكسيون شريف مول البركه، وكاين واحد تيلي فيلم واحد اخر غادي يدوز على القناه الاولى من اخراج عبد الاله الجوهري. هو بنادم ملي كتلقى مع شي واحد محسن منك اولا ملي كيكونوا القلوب صافيين وزوينين كتفهم مع الناس. يعني حنايا مجموعه، حنا ماشي ساميه نورا سعديه هند سعديه فاطمه الزهراء، زعما بزاف بينا اللي مفاهمين، وكاين فنانات اخرين بيان سور اللي حتى هما كنعرفوهم، غير هما مره كتلقاني مع هذا الجروب مره كتلقاني مع هذا الجروب مره فوالا. دونك القلوب والراحه النفسيه كما كيقول. وي سا ماغيف بعض المرات كنقول خساره ما دارتش شي جزء ثالث ديال المسلسل، ولكن عاوتاني مزيان الحاجه تبقى بحلاوتها. حتى هادي زوينه. حنايا يا ربي ان شاء الله الا كتب غادي نصوروا الفيلم اللي شحال وحنا كنتسناو نصوروه ديال لا بيوغرافي ديال فاطمه مرنيسي الله يرحمها مع الاستاذ عبد الرحمن تازي. غير الاحساس بالحريه، حيت ما نكذبش عليك انا ما كنخرجش بزاف، زعما ماشي انسانه اللي كنخرج بزاف ولا كنجلس في القهاوي ولا دونك هذيك هادشي اللي افتقدوا الناس ديال نخرج ندير شي حاجه ولا نجلس في شي بلاصه ولا هذا، ما كانش عندي زعما هاد الاحساس بهذا النقص، ولكن الاحساس غير ديال الحريه هي. واخا ما تكونش كدير ولكن ما يكونش عندك داك شي حد حابسك وصافي. وافتقدنا الخدمة في ظروف عادية، افتقدنا الخروج في ظروف عادية، افتقدنا نتلاقاو بالناس في ظروف عادية، توحشت نعنق ونبوس الناس اللي عزاز عليا ونسلم عليهم بلا ما يسولوني واش دايرة تيست فوالا. دونك افتقدنا الحياة العادية بصح الحوايج اللي هما كانوا بساطين ما كنردو لهمش كاع البال، دابا ولينا كنقولوا توحشناهم لأن جوستومون افتقدناهم. متابعين ديال 360 كنقول لكم رمضان مبارك سعيد بصحيحه والسلامه وتحقيق الامان. يا ربي يرفع علينا هذه الجائحه ونرجعوا لحياتنا العاديه ونتلاقاو اكثر في 360 ومن غير 360. كنسلم عليكم بزاف، كنبوسكم بزاف، كنبغيكم بزاف، وقبلوا علينا الله يحشمنا معكم.